ساعتها في كافي مسي في حي المطار بالضبط مرور منتزه مرور ليش النظر الأسباب انت بسي عاد مجهولة يلا كاف كافي اثنين شوية يشتنزل في شارع 80 يشتنوالي شارع 80 وبالضبط مش نير الزفي منتزه الطول واني شارع 80 قرب منتزه الطيور تمسي الاسباب الاندلاع الناس مازال مجهوله وفي الساعه حتى مازال حضور العراس الوقايه المدنيه ما حدث شخصيا تمسي الاسباب الاندلاع الحارقه مازال مجهوله المنطقه هي معروفه بانه بدات غي تكب ذيس الواد الحار كمشانه تويس نو فارس يا بالضبط ما شفتو انا من كبري النين الجديد طوانس بالضبط في نيت ندلع الحريق تلته مرة يعني أربع نيت وغاديني وين دلع قماضي اثنين موشان ماش نيغي الجن سخسين عناصر الوقاية المدنية واني تاتي عاد وضي وضي الوقاية المدنية عرفو لحد الساعة وضي الوقاية المدنية كنا جاد حضر بحيث تخسي سخسين تيمسية انتظار حضور الوقاية المدنية في مسيعات الشع قمشان في حي المطار باش تويرم قمشان بالضبط قاهل السكان باش تسنم مشان بالضبط من يدوسا في حي المطار السيور وعوذون الناس بأنه في حي المطار شارع المطار زي وبريد نين جديد ياسما عناصر الوقاية المدنية عاد واضح عين المكان Thank you.
كاين مشيت بزاف تخسي وحرس لان يمشي انا ذي غزة يعني ذي ثمن. عناصر الوقاية على الوضع حضان على الودوفين محدث خصين الحارق هو وذي حنجاني مزيان تيران زافي في مشتية قولهم يبعد مشي طيش ارحم دقات هذه وضعشاني الجندين يرحم تشو الدري صالو كيديروا لك يعني اي حرام ويا مسني قديم سي خطا باش نغدي حي المطار كبريد جديدة وانا بالضبط وني سنن منطقة يا ثاني تاتي ذا إيكاسي مشي كبريد جديد يستهدف من زيتا ويما بالضبط ذيني في كاسي مشي عناصر الوقاية يلا تاكو هذا ندرخو ما عندها هاد دخلنا شخصين تيمشي ماش النير تيمشي زاد في حي المطار قرب بريد النين الجديد يستهدف نزيتاوي سل قرب نو بريد جديد يازمن زيتويما غيا رون بواني ندخل حي المطار
مشت ورام المنطقة يا سانيتتي وانيتتي بالضبط ذي غزاء وذي السمن الواد الحار المنطقة يا معروفة جدا دانيتتي غيو ذاني زدغن دانيتتي توغا صعما دانيتتي كاد حارق وانسيشان أسباب النسلي حتى الساعة لأن كانت اثنين يموشان دي حي المطار يجن غشارع 80 يجن دي المنطقة يا بالضبط وانسيشان أسباب اندلاع الحارقة وانيتتي مش نير غادي تتي عناصر الوقايه المدنيه فوق وسين للتدخل واحد الشخصين في السياي دي كان مش نير الغريب في الامر مش سنا مني مش نير الغريب انه في مسيف كاد ذي اثنين موشان ذي نفس الوقت ذي حي المطار